كابتن كابتن تعالينا تعالينا على كيفك على كيفك على كيفك على كيفك سريعة صارت السيارة سريعة بعد راح السيارة ما في السيارة راحت بعد ما شغل السيارة ما لنا شغلة بالسيارة بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم جئنا احنا اللاعبين القدامى اللي زامنا الكابتن احمد راضي رحمه الله عليه مع جماهير الرياضيه العراقيه. اشوف الجماهير المحبه للكابتن احمد راضي الله يرحمه برحمته الواسعه، يعني جزء من الوفاء اللي قدمه الكابتن احمد راضي للكره العراقيه. نتمنى من رب العالمين ان يسكنه فسيح جناته وان يصبر اهله ومحبيه ان شاء الله، وما عدنا الا نقول انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بكل تأكيد هذا فشي بسيط نقدمه للكابتن المرحوم أحمد راضي، نجم وأسطورة خدم الكرة العراقية، وصراحة نفتخر أن يوجد نجم بهالقيمة هذه مثل الكابتن أحمد راضي. احنا يمكن كنا مقصرين يوم وفاته بسبب الظرف العام اللي كنا نعيشه، أتمنى إن شاء الله الآن قدمنا له فشي بسيط لروحه الكريمة، يا رب مثوال الجنة، وإن شاء الله تبقى ذكرى خالدة على طول الأجيال القادمة، لأن الكابتن أحمد راضي يبقى نجم وأسطورة تبقى خالدة على مر الأجيال إن شاء الله. ألف رحمة على روح الكابتن أحمد راضي، ويا رب الصبر والسلوان لعائلته. شكرا زين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الرحمة والغفران لكل الشهداء الرياضة، والروح الكابتن أحمد راضي، وهذا التشييع الرمزي، التشييع اللي يعني كان يليق به من البدايه، بس الحمد لله على كل حال. وايضا الرحمه والغفران للكابتن علي هادي، وايضا الرحمه والغفران والمغفره للكابتن ناظم شاكر اللي وافتهم المنيه بهذا المرض اللعين، بهذا الوباء اللعين. نسال الله سبحانه وتعالى انه يجعل مأواهم الجنه ان شاء الله، يتغمدهم برحمته الواسعه، تكون اخر الاحزان ان شاء الله. ان شاء الله حبيب الله.